وقد احتضن مقر قيادة المنطقة الجنوبية بمدينة أكادير حفل استقبال لممثلي الولايات المتحدة الأمريكية والدول الصديقة والشقيقة المشاركة في مناورة الأسد الأفريقي في نسختها 19. وبمناسبة حفل الافتتاح تم تبادل الهدايا التذكارية بين المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الفريق محمد باريض وممثلي الجيوش الحاضرة في التمرين العسكري. قد عرف الحفل حضور الجنرال مايكل لونكلي قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا الأفريكوم، وحاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس، والجنرال ميشيل تورلي قائد الحرس الوطني لولاية يوتا وممثل القوة الخاصة لجنوب أوروبا وإفريقيا السيتاف. وقد قال المفتش العام للقوات المسلحة الملكية إن الحفل يعتبر تتويجا لسنة من التخطيط والتدبير لأنشطة متنوعة في مجالات مختلفة، كما تمثل أيضا أواصر الصداقة والعلاقات المتميزة التي تجمع بين بلداننا وقواتنا المسلحة بحسب المصدر.